بالنسبة للفيديو اللي انتشر امبارحة بالقنوات العربية، صراحة هو يتصور بأسكودار. انا لما شفت الاتراك عم يحكوا استنيتهم هيك، باركت جنبهم شوي، وقفت جنبهم شوي، وبعدين حكوا عن السوريين ففتت بالموضوع. صراحة كان بدي انه هذا الشيء من قبل، بدي بس هيك احكي وبلكي ان شاء الله الطرفين بيستفيد ان شاء الله. لما كنت بالمقابلة كان تعامل الناس شوي سيء، صحيح تعامل الناس بشكل عام معي كان شوي سيء، بس لما شفت التعليقات استبشرت كتير الحمد لله، يعني كان في تعاطف كبير معي ولو انه كان تعاطف بسبب عمري. Okuldan neden çıktım? Açık öğretime neden devam ediyorum? Bana yapılan, ben ya 35 kişilik sınıfta benim bir tane arkadaşım vardı. Bana yapılan ırkçılıktan ben okuldan çıktım ve bir şey yapmadım halde. Bunu bütün öğretmenlerim şahit olur. Türkiye benim ben de bir saniye. Abla sen bana ırkçılık yapıyorsun şu an. Bana hayır yapmıyorum. Yapmıyorum. Özür dilerim. بتمنى من الكل انه يضل عنده امل ونحاول قدر الإمكان إنه نفرجي صورتنا الكويسة، يعني نحن هون غريبين، نحاول قدر الإمكان نتأقلم، يعني إيش ما صار يصير نحاول نضل هيك على أصولنا، إن شاء الله أصولنا كويسة ونضل كويسين. السلام عليكم.